السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع روائع التابعين. حقيقة لقائنا للادي مع علم من أعلام التابعين. كلنا عارفين أن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يعني كان من أشهر أولاده الحسن والحسين، سيدا شباب أهل الجنة. لكن سيدنا علي كان ليه أولاد تانيين، وكان من أبرز هؤلاء الأولاد ضفنا للادي محمد ابن علي بن أبي طالب، اللي هو شهرته محمد ابن الحلفية. محمد ابن الحلفية ولد في العام اللي مات فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، وأمه كانت من سبي اليمامة اللي كان في زمن أبي بكر، وهي خولة بنت جعفر الحنفية. تعالوا نبدأ يعني قصته بموقف كده جميل جدا وموقف جليل، ونخش بعد كده على ترجمة محمد ابن الحنفية اللي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب. في يوم من الأيام حصل بينه وبين الحسن رضي الله عنه وارضاه يعني مشد كده أو زعل كده بسيط، فراح محمد ابن الحنفية راح بعت له رسالة كاتب له فيها بيقول له: إن الله فضلك علي، فأمك فاطمة بنت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأما أمي أنا فامرأة من بني حنيفة، وجدك لأمك هو رسول الله وسيد البشر صلى الله عليه وسلم، وجدي لأمي جعفر بن قيس، فإذا جاءك كتابي فتعال إلي وصالحني حتى يكون لك الفضل علي في كل شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فذهب الحسن وصالح محمد ابن الحنفية. تعالوا نبدأ القصة بقى بسرعة، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم جلس علي بن أبي طالب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، أرأيت إن ولد لي ولد من بعدك أفأسميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ يعني هل تأذن لي إن أنا أسميه محمد وأكنيه بأبي القاسم، أسميه أبا القاسم؟ فقال: أجل. والنبي يعني نهي يعني أن احنا نسمي أو نكني بكنية النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، حتى لا يعني يختلط الأمر أن يقال أبو القاسم فيقال: مين أبو القاسم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أم غير النبي؟ إنما بعد النبي خلاص انتفت العلة. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسمي ابن محمد ويكنيه بأبي القاسم. وتمر الأيام ويموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبعدها بشهور بسيطة جدا يعني تموت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عنها وأرضاها. وسيدنا علي بن أبي طالب يروح يتزوج من بني حنيفة، تزوج امرأة اسمها خولة بنت جعفر ابن قيس الحنفية. مرت الأيام وحملت وولدت له ولدا، فسماه كما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم، سماه محمدا وكناه بأبي القاسم. ولكن الناس لما حبوا يتعاملوا مع محمد أو أبو القاسم حبوا يفرقوا ما بينه وما بين الحسن والحسين، فمعروف الحسن ابن علي والحسين ابن علي، فحبوا يعني يدلوا برضو اسم يميزوه به، فسموه يعني ويعني ونسبوه إلى يعني قبيلة أمه اللي هي قبيلة بني حنيفة، فسموه محمد ابن الحنفية. ابن الحنفية نسبة لأمه التي كانت من بني حنيفة. ولد محمد بن الحنفية زي ما قلنا في أواخر خلافة أبي بكر الصديق، وتربى من إيدين أبيه بقى طبعا علي بن أبي طالب، هذا الصحابي الجليل العلم الأشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتربى محمد بن الحنفية في كنف أبيه علي بن أبي طالب، اتعلم منه وأخذ منه عبادته وزهده في الدنيا وشجاعته وقوته وإقدامه وقول الحق وحنيته ورحمته، خد منه كل حاجة، وكان من أقرب الناس إلى قلب علي بن أبي طالب طبعا بعد الحسن والحسين، يعني دول طبعا سيدة شباب أهل الجنة. وكان أبوه كان دايما يقحمه معاه في كل الحروب والفتوحات، وكان يعني يستخدمه ويحمله الأعباء الحرب ما لا يحمله للحسن ولا للحسين. لحد ما محمد بن الحنفية في يوم من الأيام اتسأل واحد، بيقول له:
ما لأبيك يقحمك في المهالك ويولجك في المضايق دون أخويك الحسن والحسين؟ عايز يقول له إيه؟ هو ليه سيدنا علي بن أبي طالب دايما حطك أنت في وش المدفع، داخل مع الفتوحات هنا وفي كذا وحروب وما بيعملش كده مع الحسن والحسين؟ فرد عليهم رد حلو قوي، رد في منتهى الرقة والجمال، قال لهم: ذلك لأن أخوي الحسن والحسين يعني ينزلان من أبي منزلة عينيه، وأنزل أنا منه منزلة يديه، فهو يتقي عينيه بيديه. واضح المعنى الجميل ده؟ بيقولهم هو أنزل الحسن والحسين كأن ده عين اليمين وده عين الشمال، وأنا أنزلني منه منزلة اليدين، فهو بيحمي عينيه بإيديه، فبيحمي الحسن والحسين بي أنا، فأنا بيقحمني في كل مخوفة وفي كل حرب وفي كل قتال، لأنه عارف إن أنا يعني في الشدة وفي البأس وفي القوة قوي جدا، فأقدر إن أنا إيه يعني أبلي بلاء حسنا أكتر من الحسن والحسين رضي الله عنهما وأرضاهما. حتى ما درجت إن في يوم معركة صفين اللي ظهرت بين علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، كان محمد بن الحنفية هو اللي بيحمل اللواء والراية بتاعت أبيه. في اليوم دوت كان سيدنا علي بن أبي طالب إدى الراية يوم صفين لمحمد بن الحنفية اللي هو ابنه. فبيقول إيه؟ بيقول الموقف العجيب، بيقول إن في معركة صفين لقيت يعني جيشين من جيوش المسلمين. بيقول لما التحم الجيشان حسيت أنه لم يبقى مسلم على وجه الأرض من جراء هذه المذبحة، مذبحة كبيرة جدا في معركة صفين. وزي ما قلنا يا جماعة الصحابة تأولوا في مسألة ما، ومحتاج الموضوع شرح كبير جدا لما اشرح لكم الفتنة التي حدثت بين الصحابة، نعمل لكم سلسلة ليها إن شاء الله. فتأولوا وكلهم طلاب جنة وكلهم يريدوا وجه الله وكلهم ناس صادقين وأفاضل ومن خيرة خلق الله سبحانه وتعالى. فبيقول فلقيت خلاص ظننت أني ما فيش ولا مسلم هيبقى حيا من كتر القتال اللي حصل في يوم صفين. بيقول لحد ما سمعت صوت واحد بينادي علينا وبيقول: يا معشر المسلمين، الله الله يا معشر المسلمين، من للنساء وللولدان، من للدين والأعراض، من للروم والديلم، يا معشر المسلمين. عايز لهم اتقوا ربنا في دماءكم اللي عمالة بتسيل ديت، هتضيعوا نفسكم وتقضوا على بعض، وفي النهاية مين اللي قاتل الروم ومين اللي قاتل الكفار؟ يا عايز لهم اتقوا ربنا في بعض وكفاية قتال. فقال محمد بن حنفية: فعاهدت نفسي منذ تلك اللحظة ألا أرفع سيفي في وجه مسلم أبدا. قلت بعد اللي شفته وبعد اللي سمعته لا يمكن أرفع سيفي في وش واحد مسلم أبدا. وتمر الأيام ويستشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ويقتل على يد هؤلاء عياذا بالله الظلمة. وآل الأمر من بعد علي بن أبي طالب، وشوف الحجب، آل الأمر من بعد علي بن أبي طالب لمعاوية بن أبي سفيان. فمعاوية بن أبي سفيان هو اللي مسك وبقى أمير المؤمنين. طب موقف محمد بن الحنفية يعمل ايه؟ ده كان من ايام كان ماسك الراية بتاعت ابوه في معركة صفين. تخيل نسي كل دوت، عشان تعرفوا قد ايه جيل افاضل سواء الصحابة او ابناء الصحابة، جيل افاضل. محمد بن الحنفية نسي كل الخلاف وراح بنفسه لمعاوية بن ابي سفيان وبيعه. تخيل حضرتك راح يبايع معاوية بن أبي سفيان، لدرجة أن معاوية بن أبي سفيان من كتر يعني ما حس بصدق محمد بن الحنفية طلب منه أن يزوره أكثر من مرة في دمشق، وراح له فعلا محمد بن الحنفية وزاره أكثر من مرة في دمشق لأسباب كتير جدا. كان من ضمنها يعني سبب جميل جدا ولذيذ، أن ملك من ملوك الروم بعت لمعاوية بن أبي سفيان، فبيقول له ان الملوك لما بيتراسل بعض احيانا بيطرفوا بعض الاشياء الجميله كده، كان مثلا ان انا اجيب لك بعض الاشياء النادره اللي عندي في بلدي واخليك تشوفها، وانت كمان تخليني اشوف بعض الاشياء النادره اللي عندك، فايه رايك توافق على المساله دي؟ قال له موافق. فراح ملك الروم راح بعت لمعاوية بن ابي سفيان في دمشق، راح بعت له رجلين من بلاد الروم، واحد فيهم طويل جدا يعني بيقول لك لدرجه ان هو يعني حاجه كده ما شاء الله زي الدولاب البلاكار، واخد بالك، والتاني قوي جدا لدرجه لما تشوفه تحس ان انت واقف قدام اسد. وقال له ايه؟ قال له: يا معاويه، افي مملكتك في المملكه بتاعتك من يساوي هذين الرجلين طولا وقوه؟ عندك في المملكه رجلين
يساوي الاثنين دولت في الطول والقوة؟ فقال معاوية لعمرو بن العاص: أما في الطول فقد وجدت في واحد فعلا أطول من اللي هو بعتهولي ده. قال له مين؟ قال له قيس بن سعد بن عبادة، ما شاء الله، وكمان حاجة الله أكبر. قال له: طب وبالنسبة للقوة؟ قال له: قدامي واحد من اثنين. قال له: مين هم؟ قال له: محمد بن الحنفية وعبد الله بن الزبير، الاثنين أسود أشاوس. قال له: خلاص، يبقى خلينا في محمد بن الحنفية، وهو قريب منك الآن وجي بايعك وا. قال له: خلاص. فراح باعت معاوية لمحمد بن حنفية ولقيس بن سعد وجابهم. فلما انعقد المجلس جم الاثنين بتوع الروم، واحد بقى طويل جدا فبيقول له: من في مملكتك أطول مني؟ فراح مدخل له قيس بن سعد. قيس بن سعد راح خلع السروال بتاعه وراح مدوله، قال له: البسه. السروال بتاع قيس بن سعد وصل لحد وسطه، فلما لبسه الراجل الرومي السروال بتاعه طلع لحد ايه؟ لحد صدره، يعني السروال ببلكونه، خد بالك، فعرف ان هو اطول منه. فادي اول واحد اتهزم. الثاني اللي هو القوي قوي ده، فقال: ومن في المملكه بتاعتك يا معاويه اقوى مني؟ فقال له محمد بن الحنفيه، وعملوا بقى ايه؟ لقاء قوه مع بعض. فمحمد بن الحنفيه قال له: اما ان انت تجلس على الارض وانا اقف وامسك ايدك الاثنين، يا اما انا اقومك يا اما انت تقعدني، يا اما انا اللي اجلس على الارض وانت تقف، ويا اما انا اقعدك ويا اما انت تقومني. يعني شوف بقى قوه ايه، قوه ومقاومه، مين فينا الاقوى من الثاني. فوافق الرجل، قال له: خلاص اجلس انا وانت تقف. فوقف محمد بن الحنفيه ومسك ايديه، والثاني يحاول ينزله مش قادر، راح ايه محمد بن الحنفيه راح رافعه لفوق. قال له: لا، طب اختار العكس. قال له: تعالى. فراح جايبه على العكس، وراح قعد هو، والراجل ده هو اللي وقف، وراح ما قعد الراجل. فرجعوا هما الاثنين مخذولين لملك الروم، ودي كان من ضمن اللقاءات الجميله اللي دارت بين معاويه بن ابي سفيان وبين محمد ابن الحنفيه. سبحان الله، دارت الايام ويموت سيدنا معاويه وابن يزيد رحمه الله عليهم ومروان بن الحكم، الثلاثه ماتوا في وقت قصير جدا. وقالت زعامة بني أمية إلى عبد الملك ابن مروان، عبد الملك ابن مروان أعلن إن هو هيكون أمير المؤمنين، مين يبايعني؟ فاللي بايعوا أهل الشام، لكن أهل الحجاز والعراق قالوا: لا، مش هنبايعه. ومن هنبايعه؟ من هنبايع؟ عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير بن العوام، قالوا هو ده اللي هنبايعه. فإيه اللي حصل؟ هنا في الوقت ده عبد الله بن الزبير عارف مكانة محمد بن الحنفية. يا جماعة، ده ابن علي بن أبي طالب وأخو الحسن والحسين، وليه مكانة في الأمة والناس كلها بتحبه. فقال له: إيه رأيك تبايعني؟ ففي اللحظة ديت محمد بن الحنفية قال: لا، ما أقدرش أبايعك، لأني ما أقدرش أنسى أبدا يوم صفين. قال له: إيه يوم صفين؟ قال له: يوم صفين يوم ما الناس المسلمين كانوا بيقتلوا في بعض، وانا لو بيعتك هشق عصا المسلمين، ما هو انا دلوقتي لو بيعتك هبقى عدو لعبد الملك بن مروان، فلو حصل قتال بينك وبين عبد الملك بن مروان فانا لازم هكون معاك بقات المسلمين، وانا عاهدت ربي الا يعني اضع سيفي في مسلم ابدا، لا يمكن اقاتل مسلم ابدا. زعل منه عبد الله بن الزبير واتضايق منه جدا، لكن هو محمد الحنفي كلامه كان مقنع. قال: انت عارف ان انا ماليش اي غرض في الموضوع ده، يعني لا انا بجري وراك عايز مصلحه ولا هو كمان، وانا لو عايز ان انا اكون انا امير المؤمنين لكان الامر، لكن انا ليس لي اي مطلب في امور الدنيا. يعني فعلا محمد بن حنفيه رحمه الله رحمه واسعه لو طلب ان هو يكون امير المؤمنين فالناس كلها عارفه مين هو، ابن علي بن ابي طالب، فالدنيا كلها هتبايعه، لكن هو مش عايز. فقال له: انا مش عايز، لكن انا لو بايعتك، يعني عبد الله بن الزبير، قال له: انا لو بايعتك يبقى معنى كده ان انا بعادي عبد الملك بن مروان هيحصل حرب، وانا مش عايز ان يسفك دم مسلم واحد، مش عايز اشق عصا المسلمين. وبالفعل اعتزل هذه الفتنه وانحاز لي 7000 مسلم في هذا الوقت، انحازوا لمحمد بن الحنفيه، قالوا: احنا زيك، لا يمكن ابدا، لا نبايع ده ولا نبايع ده. ففي الوقت ده محمد بن الحنفيه قال له كلام يرضيه، قال له: لو اجتمع الناس عليك يا عبد الله فانا هبايعك، ولو اجتمع الناس على عبد الملك بن مروان يبقى هبايع عبد الملك بن مروان، انا لن أبايع إلا من اجتمعت عليه كلمة المسلمين حتى لا أشق عصا المسلمين. في الوقت دوت عبد الله بن الزبير اتضايق جدا، قال له: خلاص
اخرج بقى من مكة الى شعاب مكة واعتزلنا انت وكل من معك من بني هاشم ومش عايز اشوفكم خالص. وطلعت اشاعة طبعا ما كانش ممكن يعملها عبد الله بن الزبير بحاجة معينة. ايه هي؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل. صلى على حبيبك. كالملائك في السماء مطهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا أسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل قصة محمد ابن الحنفية اللي هو محمد ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا، رضي الله عن علي ورضي الله عن محمد ابن الحنفية وعن الحسن والحسين. شاهد في الموضوع ان عبد الله بن الزبير طلب من محمد بن الحنفية ان هو يبايعه، قال له ما اقدرش ابايعك، لو اجتمعت عليك كلمة المسلمين هبايعك، ولو اجتمعت على عبد الملك بن مروان هبايعه، لكن انا ما اقدرش ابايعك عشان ما شقش عصا المسلمين، هيبقى في حرب تانية بين المسلمين وبين بعض وهتبقى فتنة كبيرة، وانا مش عايز يوم صفين يتكرر تاني بعد ما حضرت وشفت بنفسي البلاء اللي حصل والفتنة والدماء اللي سالت. فعبد الله بن الزبير قال له خلاص ما دمت مش عايز تبيعني ارحل من مكة الى شعاب مكة انت وكل من معك من بني هاشم، مش عايز اشوفكم. وفعلا خرجوا وبعدوا عن مكان الفتنة دي. وطلعت اشاعة، لكن طبعا ما كانش هيحصل، طلعت اشاعة ان عبد الله بن الزبير هيروح يحرق عليهم بيوتهم لان هم ما بيعهوش، لكن ده طبعا لا كانش يمكن ان هو يصدر من هذا الصحابي الجليل. فاول ما طلعت الاشاعة دي راح جماعة من اللي موجودين مع محمد بن الحنفية قالوا ايه رأيك ما دام هو عايز يحرق علينا بيوتنا ما تسيبنا نروح نقتل عبد الله بن الزبير ونخلص الدنيا منه. قال لا، هذا لا يكون ابدا، انا اريد ان اطفئ نار الفتنة، اوقد نار الفتنة بقتل عبد الله بن الزبير، صحابي وابن صحابي، والله لا افعل شيئا ابدا ابدا يغضب الله ورسوله. فلما وصل الخبر لعبد الملك ابن مروان وإن محمد بن الحنفية بيعاني هو وأصحابه من المشكلة اللي حصلت بينهم وبين عبد الله بن الزبير، إنه هو قال له ما تقعدوش هنا في مكة وقعدوا في أي مكان بعيد عني، وإنه هو رفض يبايع عبد الله بن الزبير، فرح جدا قال خلاص ما دام رفض يبايع عبد الله بن الزبير يبايعني أنا. فراح باعت كتاب لمحمد بن الحنفية وقال لقد بلغني أن ابن الزبير قد ضيق عليك وعلى من معك وقطع رحمك واستخف بحقك، وهذه بلاد الشام مفتوحة لك، تعال بقى اقعد عندنا وستجد الخير، يعني سبحان الله. قال فانزل فيها حيث تشاء، تلقى بالأهل أهلا وبالجيران أحبابا وستجدون عارفين لحقك، يعني عايز يقول له تعالى هنشيلك على راسنا من فوق بس تعالى نورنا. وبالفعل محمد بن الحنفية خد الناس اللي معاه اللي هم اعتزلوا هذه الفتنة، وخد أهله وحبايبه وقرايبه وطلعوا على بلاد الشام، ونقى مكان كده بعيد عن المدن، مكان قرية كده بحيث ان هو ايه يعني بدل ما ينزل في مكان يكون النفقات فيه غالية جدا، نزل في قرية بسيطة يقدر يصرف فيها ويقدر يعيش فيها. فنزل في مكان اسمه الأبلة. أول ما نزل هناك، ودي بلد شمال العقبة اللي هي الآن اسمها إيلات، نزل أهلها طبعا لما عرفوا إن مين ده، ده محمد بن الحنفية ابن مين؟ ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. فطبعا فرحوا بيه جدا وأكرموه وأكرموا الناس اللي معاه وعاش معاهم وبدأ يعني يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويدعوهم إلى الله، وناس كتير التزمت على أيديه وما شاء الله، ونشر خير كبير جدا لحد ما بقى ليه شوكة في المكان دوت، والناس حبت حب لا يخطر على قلب بشر. في اللحظة ديت قلق عبد الملك بن مروان، فبدأ يستشير الناس الخواص بتوعه، ايه رأيكم نعمل ايه؟ قالوا لا خد بالك ده يعني محمد بن الحنفية ابتدى سيرته يعني توصل اول كل الناس هنا، وابتدى يبقى ليه يعني ناس واعوان واتباع والموضوع ده ممكن يأثر عليك، يعني ممكن لو قام في لحظة وقال تبايعوني عشان اكون انا امير المؤمنين هيبايعوه، وده ابن علي بن ابي طالب. قالوا له يعني طب اعمل ايه؟ قالوا له تطلب منه انه يبايعك على ان انت تكون امير المؤمنين، فان رفض يترك البلاد ويمشي، وان وافق خليه قاعد وتحطه على راسك وعلى عينك وتشيله في من عينيك. قال لهم طيب. فراح بعت له رساله لعبد الله لمحمد بن الحنفين بيقول له انك قدمت بلادي فنزلت في طرف منها، وهذه الحرب قائمه بيني وبين عبد الله بن الزبير، خذوا بالكم الكلام، وأنت رجل لك بين المسلمين ذكر ومكان، لك مكانة كبيرة، ده أنت ابن علي بن أبي طالب، وقد رأيت ألا تقيم
خد بالك في أرضي إلا إذا بايعتني. أنا شايف إن أنت ما ينفعش تقيم في الأرض ديت يا محمد إلا لما تبايعني، لو ما كنتش هتبايعني ما ينفعش. فإن بايعتني فلك مني، لأ خد بالك بقى من العرض اللي جاي ده، فلك مني 100 سفينة قدمت علي أمس من القلزم فخذها بما فيها ومن فيها. بيقول لي لو بايعتني هديك 100 سفينة. متخيلين يا جماعة 100 سفينة جايان ومن بره، شوف السفينة فيها ملايين الخيرات، بيقول له خد ال100 سفينة ديت ليك، وفوق ده كله كمان ليك 2 مليون درهم. قال له ألف ألف، وما طبعا ما كنتش عارف كلمة مليون، قال له لك ألف بالمثنى ألف ألف، يعني ايه؟ يعني 2 مليون درهم، وفوق ده كله كمان ليك ان انت تطلب المبلغ اللي يكفيك انت واسرتك واحبابك واتباعك ومواليك كل سنة، تبعت تاخدهم من عندي هيوصلوا لك لحد عندك بشرط ان انت تبايعني. فقال وان ابيت، ان رفضت بقى، شفت انا بعرض عليك ايه 100 سفينة هتاخدها بكل ما عليها، وفوق ده كله كمان من 2 مليون، وفوق ده كله كمان المبلغ اللي انت عايزه كل سنة لكل حبايبك خده. فإن أبيت فتحول عني إلى مكان لا سلطان لي عليه. فكتب إليه محمد بن الحنفية، الله على سيرتك يا محمد، الله الله على سيرته الجميلة. كتب إليه من محمد بن علي، خد بالك ما رضيش يقول من محمد بن الحنفية نسبة إلى قوم أمه، قال له من محمد بن علي، قال له افتكر ان انا ابن علي ابن ابي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واول غلام يعني امن مع الرسول عليه السلام كان علي ابن ابي طالب. قال له من محمد بن علي الى عبد الملك ابن مروان، اما بعد فسلام عليك، واني احمد الله الذي لا اله الا هو اليك، اما بعد فلعلك تتخوف مني، وكنت أحسب أنك عارف بحقيقة موقفي من هذا الأمر، فوالله لو اجتمعت، خد بالك بقى، لو اجتمعت علي هذه الأمة كلها إلا أهل قرية واحدة ما قبلته ولا قاتلتهم عليه، ولقد نزلت بمكة فأراد عبد الله بن الزبير أن أبايعه، فلما أبيت أساء جواري، ثم كتبت إلي، أنت اللي كتبت لي تدعوني إلى الإقامة ببلاد الشام، فنزلت ببلدة في أطراف أرضك لرخص أسعارها وبعدها عن مركز سلطانك، فكتبت إلي بما كتبت به ونحن منصرفون عنك إن شاء الله. ومشوا وساب له البلاد وساب له كل حاجة. رحل محمد بن الحنفية من بلاد الشام بأهله وناسه وحبايبه، وكل لما ينزل في مكان أهل المكان يقولوا له اطلع منه، مش عايزينك تعيش معانا. ليه؟ لأن عبد الملك بن مروان خلاص كلم الناس ووصاهم إن محدش يستقبله في أي مكان. ومن كتر الهموم زادت الهموم عليه، إن بعض الناس ابتدوا يتأولوا عليه كلام ويقولوا ده رسول الله صلى الله عليه وسلم خص آل البيت بأسرار العلم وكنوز القرآن وكنوز السنة، وهم مش عايزين يقولوا. فراح على طول راح مكلمهم وقال لهم بعد ما حمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يزعم بعض الناس أن عندنا معشر آل البيت علما خصنا به رسول الله ولم يطلع علينا أحدا غيرنا، وإنا والله ما ورثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين، وأشار إلى المصحف، وإن من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله فقد كذب. وبعض الناس زعموا عشان يضايقوه ويتعبوه، زعموا ان هو المهدي، فكان بعض الناس يقول لهم مرحبا بك يا مهدي والسلام عليك يا مهدي، وكل ما فيقول لهم نعم انا مهدي الى الخير وانتم مهديون اليه ان شاء الله، ولكن اذا سلم احدكم علي فلا يقل الا السلام عليك يا محمد. ما طالتش حيرة محمد بن الحنفية، عبد الله بن الزبير زعلان منه قوي ان هو ما بيعوش، وعبد الملك بن مروان زعلان منه قوي عشان ما بيعوش، وهو يا جماعه مش كانش عايز يبايع اي حد عشان ما يشكش عصا المسلمين، راجل ليه كلمته وليه مكانته والدنيا كلها بتحبه وبتموت فيه، ولو بايع واحد يبقى هيعادي الثاني وهتقوم حرب بين الاثنين ويبقى اعوانه ضد اعوان الناس التانيين، مش عايز يشق عصا المسلمين عشان ما يشوفش يوم ثاني زي يوم صفين. فلم تطل حيرة محمد ابن الحنفية، فقد شاء الله عز وجل ان الحجاج ابن يوسف الثقفي
يقضي على عبد الله بن الزبير فيبايع الناس جميعا عبد الملك ابن مروان، فما كان من محمد ابن الحنفية إلا أنه كتب إلى عبد الملك ابن مروان يقول: إلى عبد الله عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين من محمد ابن علي، أما بعد، فإني لما رأيت هذا الأمر أفضى إليك وبايعك الناس كنت كرجل منهم، فبايعتك لواليك في الحجاز وبعثت إليك ببيعتي هذه مكتوبة والسلام عليكم. فلما قرأ عبد الملك الكتاب على أصحابه قالوا: لو أراد أن يشق عصا الطاعة ويحدث في الأمر فتقا لقدر عليه، لما له عليك من صيت وغنى وقوة ومنعة وحب من الناس، ولكن فلا بد أن تكتب له بالعهد والميثاق والأمان وذمة الله ورسوله ألا يزعجه أحد أو يتعرض له أحد هو وأصحابه. فكتب إليه بذلك، وكتب إلى الحجاج يأمره بتعظيم أمر محمد بن الحنفية ورعاية حرمته والمبالغة في إكرامه، لكن محمد بن الحنفية لم يعش بعد ذلك طويلا، فقد لحق بربه سبحانه وتعالى وفاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. شفت حياته عاملة إزاي؟ ابن علي بن أبي طالب اتعلم على إيده الزهد والحب والخشوع والخضوع والذل لله والقوة والشجاعة والمنعة، ولما أبوه قاتل معاوية بن أبي سفيان وحصل بعد كده إن هو يعني حصلت الفتنة دي كلها وشاف يوم صفين، وبعدها مباشرة مات أبوه، قتل أبوه واستشهد رضي الله عنه وارضاه، راح يبايع معاوية بكل إنصاف. ولما بعد كده مرت الأيام وعبد الله بن الزبير عايز يبقى هو أمير المؤمنين وعبد الملك بن مروان عايز يبقى أمير المؤمنين، مرضيش يبايع حد عشان ما يشقش عصا المسلمين. فلما قتل عبد الله بن الزبير خلاص ما فضلش غير عبد الملك بن مروان، خلاص هنا لو بايع عبد الملك بن مروان مش هيشق عصا المسلمين، لأن المسلمين خلاص اجتمعت كلمتهم على عبد الملك بن مروان. عشان كده في اللحظة ديت بايعه، وفي الوقت دوت أكرمه عبد الملك بن مروان ووصى عليه في كل مكان، لكنه لحق بربه جل وعلا فاضت روحه إلى بارئها جل وعلا. يعني انتهت الصفحة الجميلة دي، رحم الله محمد ابن الحنفية ورضي الله عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. وبكرة نلتقي مع صفحة جديدة من روائع التابعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدثونا عن كرام.